فانت بتدي روحك الغذاء بتاعها، بتدي روحك الغذاء، غذي روحك. مش قلت لك انت بتقوم الصبح بتفطر، يعني بتدي الجسم ايه؟ الفطار. طب عطيت روحك الفطار بتاعها؟ صلاه الفجر. صليت الفجر وحاضر وفي المسجد، ليه وليه لا؟ وليه لا؟ ها، لما واحد يقول لك انا ما صليتش الفجر بس نمت وارتحت، جسمي ارتاح، جسد عطى جسمه لكن ما عطاش روحه، يقوم زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، خبيث النفس كسلان. يفضل طول نهاره كده خبيث النفس وكسلان. ليه؟ لان روحه ما فطرتش، الروح هزيله ما خدتش الفطار بتاعها، الروح ما خدتش الغدا، ما خدتش العشاء، الروح ما تغذي. مش انت طول النهار حتى لو ما بتاكلش بتتنفس، الروح عايزه الغذاء بتاعها، عايزه العباده. يعني بالله عليك، شوف انت يوم ما تقبل ايد ابوك وتقبل ايد امك وتقبل